طيب خلينا نشوف الآن موضوع التو دايمنشنال أري أريز. التو دايمنشنال أري فكرته إنه في عندي دالة، أو عفوا في عندي أري ببعدين، أري ببعدين، يعني في عندي أري فيها مجموعة من الصفوف ومجموعة من الأعمدة. أنا بتعامل مع هذا الأري اللي فيها تو دايمنشنال. بحكي لي مثلا في المثال عندنا هاد، خلينا نعمل مثال هام، بدي أعرف الدالة في تو دايمنشنال أري، بقول له انتجر. ايش يعني تو دايمنشنال؟ يعني فيها عدد من الصفوف وعدد من الأعمدة. مثلا خلينا نشتغل على الرسم شوي. عندي مثلا، خليني اخذ هذا اكتب، عندي مثلا هذا المصفوفة واحد مثلا، اثنين، هاي ثلاثة، ننزل تحت هاي اربعة، هاي خمسة، هاي ستة، ننزل تحت هاي سبعة، هاي ثمانية، هاي تسعة. لاحظوا لو جينا لكل سطر، هذا السطر عبارة عن array، وهذا السطر عبارة عن array، وهذا السطر عبارة عن array. عندي مجموعة من الأسطر اللي هي الصفوف، ومجموعة من الأعمدة اللي هي إيش؟ الكولومز. بنحكي عن هذه الطرق إلها بعدين، هاي بعد السين هيك، وهي البعد الصاد الرأسي هيك. بنحكي عن هذا عن هذا الأري تو دايمنشنال أري، يعني عبارة عن أري ببعدين سين وصاد. مثلا نسميها تو دايمنشنال أري، بسميها مثلا إكس تساوي، وضعت هي القيم مثلا، عندي هذه القيم بدي أعبيها من هان، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تمام. هنا باجي بين القوسين هدول كل صف بحطه في هيك، هاي الصف الثاني، هاي الثالث. إذا كم صف عندي حسب الرسمة؟ 3 صفوف، 1 2 3، كم عمود؟ كمان 3 أعمدة. هذا أقول له إيش؟ 1.2.3، تحت 4.5.6، ولتحت 6.7.8.9، تمام. الآن هاي المصفوفة هذه الموجودة عندي، الآن لو بدي أصل لعنصر في هذه العناصر هذه التو دايمنشن أري، مش بدي أقول له مثلا بدي أصل للعنصر الخامس. لاحظوا إنه هو في السطر الثاني في العمود الثاني أيضا. طبعا هو بيبدأ العدد من الزيرو، زيرو واحد، يعني في الاندكس حنقول هنا واحد وهنا زيرو واحد واحد واحد. عشان أصل للخمسة بقول له إيش؟ لو سمحت system out print x، هنا بحدد الصف وهنا بحدد العمود. إذا المربع لو حدد فيه الصف، مربع تاني حدد فيه العمود. إن هو صف إحنا واقفين، بدنا في الصف الثاني اللي هو الإندكس تبعه واحد، إن هو عمود، العمود الثاني اللي هو الإندكس تبعه برضه واحد، نقول له واحد 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 واحد. طيب أنا شو نعمل؟ رن الكود هيك رجعنا العنصر هذا خمسة، هنعمل رن، راح رجع الخمسة. طب لو أنا بدي السادس مثلا، الصف الثاني زي ما هو والعمود إيش؟ ثالث، هو انك تتبعه قديش؟ اثنين، لانه بده العدد من الزيرو كم مرة، هاي اثنين، هاي رجع للستة، تمام. هذا بالنسبة للوصول لعنصر واحد. طب لو انا بدي اصل لكل العناصر، بدي اعمل ليست لوب. متذكرين انه حكينا الصفوف بلف عليهم مرة وبلف على الأعمدة، كيف اعملها هذه؟ بقول له فور، الفور الأولى هتلف على اللوب الخارجي اللي هي عدد الصفوف، اللي هي عبارة عن مش بتخلص عند ال x dot length. الآن قبل ما نجي نعمل هذا الشغل، لو قلت له x dot length ايش حيرجع لي؟ حيرجع لي 1 2 3، حيرجع لي عدد الصفوف. نعمل run، رجع لي 3، كم عدد ايش؟ الصفوف. عشان نتأكد خلينا نزود عدد الأعمدة هان، فنقول له 8، وأنا أقول له مثلا 90. طبعا ممكن أسيب هذه ايش؟ يعني مش شرط الحجم يكون متساوي. طيب إذا أنا بدي أوقف في اللوب الخارجية، وقت ايش بخلص؟ عند الثلاثة. في اللوب الداخلية بدي أدخل، أقول له وقت ايش؟ الآن اللوب الخارجية هاد بتشاور على الصف كله بأكمله هاد، والدورة اللي بعديها بتشاور على الصف كله بأكمله هاد، والدورة اللي بعديها بتشاور على الصف كله هذا بأكمله. يعني في اللوب الداخلية هقول له وقت ايش بتخلص؟ متى ما الصف يخلص.
متى ما الصف يخلص. وشو اسمه الصف؟ اسمه x of i dot length. نشرح هذه كم مرة. الآن أكتشف هذا اللوب الخارجي، أكتشف بخلص عدد الصفوف، هاي واحد اثنين ثلاثة أنا بخلص. طب اللوب الداخلي مش حسب عدد الأعمدة؟ طب هنا ممكن تختلف عدد الأعمدة، مش ثابتة. فأنا بقول له مش كل صف في عمود، هذا معناه في الصف الزيرو رفع كل أعمدته. صف الزيرو كم عمود؟ في أربعة، لف على كل أعمدته. في الصف الواحد لف على كل أعمدته. كم من صف، كم من عمود؟ في واحد اثنين ثلاثة أربعة. في الصف الثالث اللي هو الإندكس سبعة اثنين، كم من عمود فيه؟ لف عليهم كلهم، واحد اثنين ثلاثة، ثلاث أعمدة. هيبدأ العد من الزيرو، واضح؟ واضح. ليش هنا قلنا إكس للآي؟ إكس للآي كمان مرة، لأنه أنا هذا ماسك صف كامل في مجموعة من العناصر، عشان أصل لكل العناصر بقول له دوت لينك. أنا بدي أقول له سيستم دوت أوت دوت برنت، اطبع لي مين؟ إكس للآي هو هذا الصف، والجي اللي هو هذا إيش؟ العمود. نعمل رن للكود. طبعا أنا بدي أقول له مش برنت الآن عشان يطلعوا هيك جنب بعض ومرتبين. أنا بدي أقول له سيستم أوت برنت عشان ينزل سطر بعد كل صف. ممكن أحط سلاش تي هذا عشان تطلع شوي منظم الشكل. سلاش تي سلاش تي طيب. أعمل ران. لاحظ رجع لي المصفوفة زي ما أنا بديها. طبعا هذا اللينكس تبع سيبكم منه، سيبكم منه. لاحظوا في عندي هي المصفوفة زي الموجودة عندي، تمام. طبعا لو بدي اجمعها بحط صم وبجمع، لو بدي اعمل ماكس او المن بحط من صم وبدي اجمع. طيب طيب الان في عندي سؤال، لو انا بدي اجمع صف صف، يعني بدي هذا الصف اجيب مجموعه، وهذا الصف اجيب مجموعه، وهذا الصف اجيب مجموعه. حكينا هان بمسك صف صف، لو قلت هنا خليني احذف هذا، اقول هنا انتجر انتجر صم مجموع يساوي في البداية زيرو، صح؟ عند اقول له انا بدل ما تطبع عدد جنابك، اقول له هنا الصم زائد يساوي كذا، وهاي بدي احذف هذا تبعت الطباعة، تمام؟ لأن هيخلص من جمع الصف هذا كله اللي هو واحد واثنين وثلاثة وثمانية، بدي يجيب الناتج، ميجمعش اللي بعده، يجيب الناتج مجموع، يجيب ناتج مجموع كل صف على حدة. فهنا أقول له سيستم اوت برنت اطبع مين؟ بقول له هان صم يساوي صم الصف يساوي يساوي مين؟ يساوي الصم. طيب عشان في الدورة اللي بعديها هكمل على الصم القديمة، هلقيت غير يطبع أول صف، تمام؟ عشان هذه واحد زائد اثنين ثلاثة وثلاثة ستة وثمانية أربعة عشر. طيب الدورة خلينا نحط هيك علامات كومنت. في الدورة اللي بعديها هيكمل على 14 هدول، هياخد 14 زائد 4 18 هيكمل. أنا ما بديش يكمل، بدي من هنا يبدأ عد جديد، يطبع 4 زائد 5 زائد 6 زائد 88 وهكذا. الدورة اللي بعديها يبدأ العد من جديد، هيطبع هنا يجمع 7 8 9، تمام؟ هي المطلوب، مش إنه يكمل على الجمع القديم. فعشان هيك أنا بدي أقول اجمع الصف، بعدين خلي الصم بعد ما تخلص جمع الصف خليه يساوي زيرو، عشان يرجع يجمع، اي نحط المحايد الجمعي، يعني زي الفاكتوريال سؤال الواجب، حط المحايد الجمعي بعد كل سطر. خلاص لو سمحت انا بديش اكمل على الجمع القديم، لا بدي اجمع سطر جديد. نعمل رن. هاي هذا طلع 14، هنحسب هذا قش بتطلع. وين الكلير هذا؟ 5 زائد 4 زائد 6 زائد 88 هيطلع ايش؟ 103، تمام؟ 7 8 زائد 9 24، واضح؟ طيب هنا في اصفر بقدر اعملها في الانهانس لوب، او بنحكي عن فور اتش لوب، ترى كيف شكلها هيكون؟ ببساطة ايش اللي صار؟ اللي صار فعليا حكينا ان بعرف هنا متغير، مش هذا
في الدورة الأولى حيشاؤوا، إحنا لما كنا نقول هنا انتجر من غير مصفوفة، لكن المتغير حيشاؤوا بدون لما كانوا مش موجودين، هيشاور على العنصر الأول في الدورة الثانية، هيشاور على العنصر الثاني في الدورة الثالثة، هيشاور على العنصر الثالث، عشان ما فيش عناصر، صار في صف كامل، صف كامل، فبالتالي أنا لازم أحط شرط الري، هشاور على الصف كامل في الدورة الأولى، في الدورة الثانية هيشاور على الصف كامل، في الدورة الثالثة هيشاور على الصف كامل، بالتالي لازم أحط إشارة المصفوفة، هذه في اللوب الخارجية. فهذه الري هي هذه اللي بدي الف عليها، حكينا الاكس واحد هيشاور في الدورة الأولى على الصف الأول، في الدورة الثانية على الصف الثاني وعلى الصف الثالث. ليش حطينا إشارة الري؟ لأنه صف كامل بشاور عليه، بساورش على قيمة واحدة فقط. في اللوب الداخلية بدي أقول لو سمحت ضلك لف الري، مش حكينا هذه الاكس اوف اكس واحد في الدورة الأولى هتكون قيمتها كالتالي، في الدورة الأولى هتكون قيمتها الاكس واحد هتساوي ايش؟ تساوي هذه. فعشان هيك بقول له لف الاكس واحد هيكون في لها لينكث، ايش لينكث تبعها؟ واحد اتنين تلاتة اربعة، اربعة. فهيك تدور لك لف في اللوب في المصفوفة الداخلية لحد ما تخلص وجيب الجمع تبعها، تمام؟ ف جي اوف اوف الزيرو هتكون واحد، جي اوف الواحد هتكون اثنين، جي اوف الاثنين هتكون ثلاثة، جي اوف ثلاثة هتكون اربعة، ثمانية. عشان نتأكد ممكن احنا نتبعهم هنعرف سيستم اوت برنت اكس واحد للجي. طلب الاول ايش؟ هاي فورمات وهاي ران، نكبر شوي هيك. طلعوا اول اشي طلع لي الصف الاول هي اللي هو واحد اثنين ثلاثة ثمانية، هاي الصف الاول مسكه جمعه، بعدين مسك الصف الثاني خمس تبع أربعة خمسة ستة ثمانية وثمانين، مسك الصف الثاني وجمعه، بعدين اللي هو الصف اللي بعديه اللي هو ثمانية سبعة ثمانية تسعة وجمعها. زين فهمنا ال enhanced for loop، تمام. الآن نيجي للشغلة هذه في سؤال أو عفوا في المشروع، بدي اللي هو الري تكون two dimensional. إيش يعني؟ الآن الري الأولى عادية، الري خلينا نقول زي العادية ناخدها نخزن فيها أسماء الطلاب، تمام. لكن الري التانية تكون two dimensional. إيش يعني؟ هتكون مش حكينا كل طالب له خمس علامات، كل طالب له خمس علامات، تمام. الآن وعدد الطلاب مثلا كان ثلاثة، فبالتالي هيكون في عندي خمس زي هيك الشكل، هاي ستين هاي سبعين هاي تسعين، كمان واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذه خمسة، هذا الصدر لطالب واحد، لطالبين هتكون عندي تسعين مثلا، خمسين تسعين ثمانين، ثمانية وستة وستين مثلا، مثلا مية، في اللي بعده هيكون سبعة وسبعين مثلا، ستة وستين مثلا، ثمانية وثمانين، تسعة وتسعين، ما هو مش هتطلع معايا تسعة وتسعين، تمام. إذا هدول علامات ثلاث طلاب، فعندي هيكون عندي تو دايمنشنال أري. البعد الأول هيكون هو عدد السطور، عدد السطور اللي هو إيش؟ عدد الطلاب المدخل من المستخدم، عدد الأعمدة ثابت، عدد الأعمدة قديش؟ خمسة، حسب عدد اللي بتدخله. احنا حكينا خمس علامات فقط تدخل عشوائية، تمام. فلو بدي اعمل انا فور، بدي اعمل تو دايمنشن اري في هذا الموضوع، بدي احذف هذا كله هيك وهيك، بدي اقول له هنا نيو، نيو مثلا انت، قلت له تو دايمنشن اري، البعد الاول بيجي من المستخدم، أنا البعد الثاني ثابت اللي هو خمس علامات، البعد الأول دي شيء المستخدم، أنا بقول له أنا إيش؟ import java the title java the title scanner، تمام. أنا أعمل object على السريع هيك، أقول له scanner scanner in يساوي new
سكانر سيستم دوت ان سيستم دوت ان الفصل المقوطة. طب اقوله بعدين انتجر عشان يدخل عدد الطلاب، انتجر مثلا نم او ان يساوي ان دوت نيكست انتجر. اقول له هنا مثلا سيستم دوت اوت دوت برنت انتر نم اوف ستودنتس. تمام، هذا اقول له ايش ان انا ايش هاي تو ديمنشنال اري. تمام، الان هان يفترض مش مثلا دخل 5 طلاب، لما دخل 5 طلاب فبدي خليه يدخل 5 علامات، هيدخل 5 علامات لـ5 طلاب. تمام، وهذه هي فكرة الـ two dimensional array المتعلقة في المشروع. يعطيكم العافية.